تتوفر العديد من تطبيقات الهواتف الذكية المتخصصة في جلب ومتابعة أهم الأخبار العالمية في مختلف المجالات، لكن قد لا يجد الكثير من المستخدمين الوقت الكافي لقراءة هذه الأخبار على هواتفهم الذكية، خصوصاً عند وجود عدد كبير من الأخبار الهامة في نفس الوقت. لذا يمكن لمستخدمي نظام iOS الاستفادة مجاناً من تطبيق ساميت الذي يتيح الحصول على ملخص لأهم الأخبار العالمية وقراءتها بسرعة. يعتمد على استخراج أهم النقاط ضمن خبر معين باستخدام أدوات معالجة اللغات الطبيعية الحديثة، ويقدم المقالات الطويلة والمكثفة على هيئة ملخصات سهلة الهضم، مع العلم أنه يسمح للمستخدم بتحديد المصادر التي يرغب بجلب المقالات والأخبار منها، كما يتيح إمكانية حفظ المقالات لقراءتها لاحقاً أو مشاركتها عبر الشبكات الاجتماعية. وبخلاف ميزة تلخيص الأخبار، فإن التطبيق يوفر مجموعة من الخرائط والرسوم البيانية والإنفوغرافيكس، والتي تساهم في معرفة جوهر الموضوع من خلال لمحة سريعة حوله.